السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك ازاي تحل كل المشاكل اللي موجودة على الفلاشة بتاعتك باستخدام أوامر من اللي هو CMD. طبعا المشاكل بتاع الفلاشة كتير، ممكن ان هي تكون مثلا ما بتقبلش فرومات، ممكن ان هي ما تكونش قارية المساحة كاملة، ممكن ان هي تكون ما بتشتغلش معاك بطريقة سليمة. لو انت حابب تعرف هنحل كل هذه المشاكل ازاي مع بعض، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله، انا برجو منك ان انت طبعا تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا جديد، وتكتب لنا اللي حصل معاك وانت بتصلح الفلاشة بتاعتك، اكتب لنا في التعليقات عشان نقدر نساعدك ونفيدك. اول حاجة ان انا هروح رايح على اللي هي قائمة البحث اللي موجودة في الويندوز، واروح كاتب كلمة CMD. هيظهر معايا موجه الاوامر، هبدأ اختار اللي هو تشغيل كمسؤول. الخطوة دي مهمة جدا، وانتظر لحديت ما يفتح معايا CMD. هقول له طبعا نعم، هيفتح معايا CMD بالصورة ديت. طبعا في مجموعة من الاوامر ان شاء الله هتركها لك في قلب صندوق الوصف، هننفذها مع بعض امر امر. تمام كده اهوت. الامر الاولاني اللي هو اسمه ديسك بارت، تمام، هاخده نسخ، تمام، واروح واخده لاصق هقف على اللي هو CMD واعمل كليك يمين واضغط على انتر. تمام، اهم حاجة بس في الفيديو باذن الله ما تحاولش ان انت تقدم او تسرع الفيديو، عشان ممكن اي امر انت تعمله خطأ يحصل معك مشكلة في الفلاشة بتاعتك. هتاخد اللي هو الامر التاني اللي هو ليست ديسك، هاخده نسخ برضو. تمام كده هوت، واروح واقف برضو كليك يمين، هعمل له لصق في CMD زي ما حضرتك شايف كده، واضغط على انتر. الخطوه دي مهمه جدا وركز فيها، وارجو ان انت ما تسرحش الفيديو عشان ما يحصلش معاك مشكله. زي ما حضرتك شايف كده ظهر عندي ديسك 0، ديسك 1، ديسك 2. ديسك 0 ده الهارد اللي انا حاطط عليه السيستم بتاعي، وده هارد SSD هو 111 جيجا زي ما انت شايف، واللي هو ديسك 1 931 جيجا، يعني 1 تيرا. ده الهارد اللي انا بخزن عليه البيانات بتاعي. نيجي بقى عند اللي هو ديسك 2، دي الفلاشه بتاعتي زي ما حضرتك شايف كده، هي مساحتها داخله على ال 4 جيجا. تمام، فركز في الخطوه دي ما تحاولش ان انت تسرع. يبقى معنى كده ان انا هاخد الامر الثاني اللي هو سيلكت ديسك 2. طيب لو حضرتك بقى عند الامر ده وانت لقيت ان الفلاشه واخده مثلا رقم 1 أو 2، فهتخلي الأمر بنفس الرقم اللي موجود عندك. يعني أنا الفلاشة عندي كانت ظاهرة بديسك 2 فخدت اللي هو ليست 2. طب لو حضرتك كان 2 أو 3 أو 1، يبقى أنت هتنفذ حسب الأمر اللي موجود عندك. يبقى أنا عملت سيلكت ديسك 2 لأن أنا كان عندي الفلاشة ديسك 2. طب افرض أنت كان عندك الفلاشة ديسك 1، يبقى تاخد سيلكت ديسك 1. ليه انا باكد على الكلام ده؟ لانه حضرتك لو اخترت خطا ممكن تفرمط هارد من الهاردات اللي موجوده عندك. يا ريت بلاش نسرع الفيديو عشان ما تحصلش معانا اي مشاكل. وبعد كده نضغط على انتر. تمام كده اهوت، وابدا اخد الامر اللي بعده اللي هو امر كلين. تمام كده، انا هبدا اعمل تنظيف للفلاشه من كل المشاكل اللي كانت موجوده عليها، واجي اقف هنا واعمل كليك يمين، هيظهر معايا كلين في اللي هو CMD، واضغط على انتر. تمام كده اهوت، هيقول لي طبعا ان هي عمل لها كلين بنجاح. هاجي للامر اللي بعده، هاخده برضو لصق اللي هو كرييت بارتيشن، واضغط على انتر. تمام كده اهوت، اجي لاخر امر اللي هو فيرومات، اعمل بقى عمليه فيرومات للفلاشه. تمام كده اهوت، هاخده برضو نسخ واعمل لصق واضغط على انتر، واسيبه بقى لما عمليه الفورمات تكتمل. زي ما حضرتك شايف كده الفورمات بدات، هي بقت 2%. هوقف انا الفيديو لحين انتهاء الفورمات عشان ما اطولوش عليك، وارجع ليك ونشوف الفلاشه هنلاقي كل المشاكل اللي عليها تم حلها بنجاح. زي ما حضرتك شايف كده عمليه الفورمات وصلت لحديت 98%، 99%، هتتحول دلوقتي ل 100%. زي ما حضرتك شايف كده ان عمليه الفورمات كتب لك ان هي تمت بنجاح. هبدا اروح بقى على الفلاشه بتاعتي. تمام كده اهوت،
هنلاقي حضرتك الفلاشة أصبحت شغالة مفيهاش أي مشكلة، والفرمات فيها تمت بنجاح، والمساحة بتاعتها قرت، وتمت عملية الفرمات بمنتهى السهولة والبساطة عن طريق استخدام أوامر CMD. لو فتحت الفلاشة هلاقيها شغالة مفيهاش أي مشكلة خالص. لو حبيت بقى ترجع تفرمتها عن طريق الويندوز هتلاقيها تتفرمت بمنتهى البساطة مفيش أي مشكلة خالص. لو حبيت أغير نوع الفرمات خليها مثلا اللي هي NTFS، تمام كده، هضغط أقول ابدأ وأقول موافق، هنتظر، هتلاقيها تمت بنجاح أو تم اكتمال عملية التهيئة بنجاح. هضغط على إغلق، خلاص كده الفلاشة رجعت شغالة زي الفل، ما بقاش فيها أي مشكلة. طبعا إن شاء الله هترك ليك الأوامر اللي أنا استخدمتها ديت في صندوق وصف الفيديو. لو الفيديو عجبك واستفدت منه متنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان نقدم ليك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.